انت الاكبر، انت المصنف الاعلى، انت مهارتك في اللعبه يعني الرانكينج بتاعها فوق مروان، بس وجه ماتش بطوله توين سيتي. انت كنت متوقع انه مروان يكسبك، ولا شايف ان دي اخر حاجه هتحصل في الدنيا؟ انا كنت عارف ان مروان كان هيكسبني لازم في يوم من الايام، ده كانت لازم طبيعي ان هي كانت تحصل، يعني في الويليام سيسترز مثلا في التنس، ما طبيعي ان جت في وقت سيرينا كسبت فينس، وكان طبيعي بالعكس. وانا بسلم على مروان في اخر الماتش قلت له بالعكس، يعني مش المفروض تضايق، ده وقتك. لا استنى الماتش انت فكر. اصل انا بص ايه، هم انا قعدت اذاكركم على فكره كويس، بيحبوا يكروتوا موضوع الماتش ده قوي، انا فرحت له وخلاص. لا قول لي، فكرت ولا ما فكرتش؟ شلت الهم ولا مشيتش الهم؟ ساعه الماتش كلمت والدتك قلت لها لو، او سالت نفسك لو هو كسب او انا كسبت؟ يوم الماتش انا يوم الماتش ما مش هتكلم مع حد فينا خالص، بس ان كل واحد يركز مع نفسه. ما بتسيب كل واحد يركز مع نفسه، بتبعد عننا احنا الاثنين في الوقت ده. بتكلمنا بعد الماتش. بتبقى ظروف صعبه عليها جدا طبعا، ولادها الاثنين بيقتلوا بعض في ملعب، يعني ده الاختصار بتاعها تقريبا. بس وبعد كده يوم الماتش بصراحه انا كنت عارف انه هيكسبني في يوم من الايام، ما توقعش انها كانت هتبقى في الماتش ده، بس يوميها مروان لعب حلو جدا، وهو يعني لعب بقوه، يعني نشف بالظبط في اخر الماتش بالذات، نشف جدا ان هو كان عمره ما خدني حتى التو اول، فهو طلع عليا 2-1 اب. فانا حتى قلت لما هو طلع عليا 2-1 قلت يمكن هو في الوقت ده هيبدا يفكر ان هو بيكسبني، فقلت هيفك شويه. هو فعلا فك شويه في الجيم الرابع، بس الجيم الخامس نشف جدا، واستغربت، انا استغربت حتى انه عمل كده في الجيم الخامس، يعني قلت ان انا حصب عليه ولا حاجه ويسيبني، وهو عارف ان الماتش ده كان هيشيلني من رقم واحد بوزيشن، يعني كان ياثر عليا في الرانكينج كمان. بس هي في الرياضه في الحاجات زي كده وما ينفعش. يعني الماتش ده يا محمد نزل التصنيف بتاعك؟ كان يخليني البطوله الشهر اللي بعده ينزل لي الرانكينج بتاعي بعد 28 شهر، يعني بعد 28 والله بعد الماتش تيجي منك يا مروان. هو قال لي كده بعد الماتش، هو قال لي يعني انت اللي في الاخر انت اللي هتيجي تشيلني من رقم واحد على العالم. قلت له انا اسف. انت بقى ايه اللي خلاك تعيط في الماتش يا مروان؟